أما هلأ سلمى بنروح لمحطتنا التالية. عندما بتلازمك يمكن فكرة معينة بتسيطر على تفكيرك وبتسيطر على حياتك بشكل كتير كبير، وتصير هي يمكن الهم الوحيد والأول، فينا نسميها يمكن الوسواس القهري اليوم. صح نور، ويمكن نوع يعتبر هذا الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق بشكل عام، تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية تؤدي إلى تصرفات قهرية. لكن كيف ممكن التخلص منها بخطوات سليمة؟ رح يعرفنا على هذا الشيء الدكتور حكم الدياب، اختصاصي بالأمراض النفسية. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نعرف شوي ونبسط شو معنى الوسواس القهري مع أمثلة يعني لكل الناس اللي عم يتابعونا. ايه هلا الوسواس القهري كلمتين، الوسواس هو الأفكار الوسواسية، أفكار دائما متكررة بالفكر. هالأفكار هاي اللي عم ينصاب فيها بيعرف مدى عدم قيمة الفكرة، بيعرف مدى انه فكره لا تستحق منه الاهتمام بس ما عم يقدر يطلعها من راسه. اذا بنحكي بالعاميه القهري هو افعال قهريه، تلاقي دائما عنده مثل افعال الترتيب، لازم هدول هيك يكونوا بهالاتجاه، هي لازم يتاكد من قفل الباب، لازم يتاكد من قفل السياره 10 15 مره، لازم يمشي بطريقه معينه، لازم يتاكد من قفل انينه الغاز. هي الافعال القهريه، هو بيعرف ان افعال ما لها قيمه، وبيعرف انه ساوى هالفعل قبل بس بيلاقي حاله مجبور مسيطر عليه انه يساويها، ما بيقدر يقعد إذا ما سوى هالفعل هذا. طيب دكتور، هل هذا النوع من الاضطرابات السلوكية يرتبط بمشاكل سابقة، يعني يتدرج بالدخول ليصبح هي المشكلة المتفاقمة التي تعرف باسم الوسواس القهري؟ هلا هو الحقيقة المشاكل المحيطية العائلية والبيئية تثيره أو تزيد شدته، بس هو بالأصل موجود ضمن الشخص، يعني وراثي أو فينا بيخلق نقول وراثي الإنسان بس لا معه. يخضع للوراثة التقليدية، يعني مو إذا الأب مثلا أو الجد عنده وسواس قهري فالأبناء رح يصير عنده وسواس قهري. في وراثة غير نموذجية، عائلات فيها وسواس قهري بجوز الأبناء أو الأسلاف عندهم اضطرابات نفسية من نمط ثاني بتكون فيها، يخضع للوراثة بس وراثة غير تقليدية مثل ما قلنا. الأفعال فيه بتختلف كمان، بتتراوح بين فترة وفترة، يعني بيكون أحيانا مركز على فعل مثلا قفل الباب طول الوقت على قفل الباب، بعد فترة بتلاقي بعد عدة أشهر انتقل الفعل لشيء آخر. في تهيئة، هو دائما هو هذه بدي معرض اسألك للوسواس عن عنه، التهيئة أو العلامات، يعني أبرز العلامات لأنا فعلا أقول هذا الشخص بيعاني من اضطراب وسواس قهري. يمكن أكثر الصبايا بيقولوا لك مثلا كلياتنا مرلينا بمرحلة وسواس قهري ووسواس النظافة، بس هي فترة وبتمر. أنا لأقول إنه هيدا الشخص فعلا عنده مؤشرات ليكون عم يعاني من اضطراب وسواس قهري، شو هي لانتبه عليه من البداية؟ هلا في عنا شغلة بس قبل ما جاوب على سؤالك، في عنا الوسواس القهري نسبة انتشاره تقريبا 1-2%، بتفرق بزائد ناقص كسور بالمئة بين المجتمعات، بينما في عنا نسبة 10-15% من الناس بيعانوا من أفكار وسواسية. شو يعني؟ يعني أفكار وسواسية أو أفعال قهرية لا ترقى لدرجة الاضطراب. ترقى الاضطراب إمتى بيكون؟ لما بدأ يتداخل بحياتي العائلية، بحياتي الاجتماعية، بحياتي المهنية، بدأ صار الاضطراب سيطر علي، أنا ما عاد أقدر أركز. بس هنا مهيئين أكثر اللي عندهم أفكار وسواس قهري؟ مو مهيئين أكثر، ما فينا مثل ما عم أقول لك الارتباط هون ارتباط غير تقليدي غير نموذجي، مو ضروري شخص عنده أفكار وسواسية معناته رح يصير عنده وسواس قهري، لا. ما هذا عنده افكار وسواسيه، مثلا سكر سيارته بده يتاكد منها مرتين ثلاثه خلص بتنتهى، سكر باب بيته بيتاكد منه مرتين ثلاثه خلص بينتهى هي القصه عنده، كلمه معينه حكاها بعيدها بفكره مره ثانيه وانتهت، ما لم اسرع على جوانب حياته الثانيه. بينما الاضطراب الوسواس القهري تلاقي راح جاي سكر السياره، رد بيروح بيجي 10 12 مره، راح تلاقي قطع شارع شارعين، وصل لمنطقه بعيده بيرجع لعند السياره رده يتاكد منها، مع انه هو بيعرف انه سكرها. فهي هي اثر، صار مضطرب، تاخر على شغله، تاخر على مدرسته، اضطربت حياته العائليه، اضطربت حياته المهنيه والدراسيه، هذا صار الاضطراب فيه. طيب دكتور، هل هي بتصيب الشخص فقط بهي التصرفات اليوميه اللي هي ممكن تاثر على حياته، ولا ممكن يكون الوسواس عباره عن افكار؟
مو شرط يكون تصرفات العلاقة بالباب والسيارة وهي التفاصيل. هلا الأفكار أصعب بصراحة من الأفعال القهرية. الأفكار شيء ببالك ما عم تقدري تقيمي، كلمة معينة رغم كلمة ما لها قيمة، اسم معين، كلمة معينة ما عم يقدر ينقام من الراس، بده يفكر، بده ينجز، عم يتكرر براسه هالفكرة هي معينة، عد بشكل معين بشكل فردي أو زوجي تلاقي. فغالبا بس الأفكار مترافقة مع الأفعال القهرية، يعني نادرا جدا 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 أنه تكون أفكار لحالها. أفعال قهرية بدون أفكار هذا يعني حكي نظري، ما في أي شيء. غالبا لما تكون في أفعال قهرية في أفكار وسواسية بتكون مرافقة. طيب دكتور خلينا نحكي كيف يتم علاجه طبيا. هلا في عنا جزء من الوسواس القهري بصراحة ينشأ بعد إنتانات معينة بجراثيم معينة، إنتانات تنفسية علوية، إنتانات حلق أو 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 بلعوم أو هذا جراثيم معينة بيصير عنده وسواس قهري. بس هون النقاش هل هو بالأصل مهيأ للوسواس القهري ولا لا؟ أثار عنده هالشيء الإنتان ولا هو الإنتان سبب الوسواس القهري؟ فهون لازم نعالج بالمضادات الإنتان بالأنتيبيوتيك لفترة معينة. ممكن يصير التحسن بعد ما تروح الحالة الالتهابية وممكن لا، ما فينا نتنبأ بالحالة فيها. هنا العلاج بيفرق بين حسب العمر، حسب شدة الاضطراب، حسب يكون القصة العائلية، القصة الوراثية عنده، يعني حسب يكون شخصيته هو كمان. ممكن حالات يعني بجوز كلامنا قاسي شوي، حالات من الوسواس القهري توصل لتمني الموت والانتحار. العذاب فيها بيكون يعني الوسواس القهري العذاب فيها انه هو بيشعر بسخافة الفكرة، بيشعر بسخافة الفعل بس ما عم يقدر يقاومه. هون العذاب. العلاج طبي بيدخل أدوية مع دكتور نفسي ولا تختلف الشدة؟ لا، العلاج بشكل أساسي وبشكل مبدئي دوائي. بس تستقر الأمور يشارك العلاج السلوكي معه والعلاج المعرفي. بس علاج سلوكي ومعرفي بدون علاج دوائي هون صعب كتير، بالذات بالحالات الشديدة جدا. طيب دكتور كتير أوقات بعض الاضطرابات السلوكية أو النفسية اللي بيعاني منها الإنسان ما بيحس فيها هو نفسه، أو ما بيحس إنه هو عم بيعاني من مشكلة، غالبا المحيط هو اللي بيكتشف، وهون بتيجي في صعوبة بالذهاب للطبيب أو بالمعاينة أو بهي الحالة. هذا الشيء بنلاقيه بالوسواس القهري ولا لا؟ هو بيشعر؟ لا، هذا ما بنلاقيه بالوسواس القهري، غالبا هو عم يتعذب. هون اللي حضرتك تفضلتي فيه بنلاقيه باضطرابات الشخصية. هو عم يلاقي انه هو تصرفه صح، اموره صح، ماشي صح، بس كل اللي حواليه بالبيت، بالشغل، بالمدرسه، بالحي، بالهذا كلهم غلط. هون مالنا، هون جزء ثاني من الاضطراب. بس بالوسواس القهري بالفعل بيكون عم يتعذب، يعني بيكون عم يعاني، يعني لسه بيكون الدماغ الانسان مسيطر لسه على تصرفاته وادراكه. ما فينا نقول هيك انه مسيطر، هو مسيطر او شيء ثاني مسيطر. في خلل بنقل الاشاره العصبيه بالدماغ بمنطقه معينه، هالخلل هذا بيترجم بافرازات كيميائيه شاذه بغير مكانها وبغير وقتها وبغير كمياتها. طيب دكتور قديش بيلعب العمر؟ كنت قلت بالبدايه تختلف يعني مرض الوسواس القهري بالعمر، قد ايه بيلعب دور بالعلاج؟ يعني لما نقول اعمار مثلا شابه او اعمار كبيره، هون العلاج يختلف؟ ممكن ياخذ فتره اطول ولا بيكون اسهل؟ هلا بصراحه الوسواس القهري متى ما شخصنا وسواس قهري العلاج بيمتد لفترات طويله كثير. بالنسبه للعمر، الاضطرابات اللي بتبدا باعمار باكره غالبا بنلاقيها بتجي من اسر عندها اضطرابات نفسيه، اما وسواس قهري او اضطرابات نفسيه اخرى، او ممكن يكون احيانا بسوء استخدام المواد، يعني بين قوسين بالعاميه الادمان، يصير اضطراب نفسي هو الشخص مهيئ له. يعني خلينا نقول في شرخ بنفسية هذا الإنسان، إجا هالإدمان هذا وسع هالشرخ وسبب هالاضطراب هذا. مواد معينة فينا ما بدنا نذكرها هلا لا وقتها. ففي عنا مثل ما قلت لك اضطرابات عضوية ممكن تصير الوسواس القهري، مثل أمراض اللي حكيت عنها، مثل أمراض إنتانية تنفسية علوية ممكن تصير الوسواس القهري. هون كمان بدنا ندخل المعالجة المضادة للإنتان بالعلاج كمان. طيب في عنا أمر تاني، الأمور الهرمونية كمان. هلا غالبا عند النساء لما بيجي الوسواس
مو قاعدة بس غالبا ما نشوفه أخف شدة وبأعمار أكثر تقدما. دائما الهرمونات الأنثوية تعمل بشكل واقي ضد الاضطرابات النفسية. هذا شيء مو موجود لأنه شيء منيح للهرمونات هي حجة الولد دائما في يعني هي نوعا ما بتلعب دواء حماية واقي تمام. واقي ضد الاضطرابات النفسية. الكمية والتراكيز والإفرازات والنبضات الهرمونية المستقرة عند الأنثى هي واقية ضد الاضطرابات النفسية في حال وجود بيئة اجتماعية صح. مستقرة. مشان هيك عند الأنثى إذا لقينا اضطراب نفسي غالبا بأعمار باكرة بدنا نعمل دراسة هرمونية، دراسة للمبيضين، دراسة للنخامة، دراسة دماغية كمان يكون العين. ممكن يكون الاضطراب النفسي ناشئ عن خلل هرموني ماشي، وهون بخفف وطأة المعالجة الدوائية النفسية إذا لقينا هالخلل هرموني. أحيانا يكون خلل هرموني بسيط جدا ممكن علاجه بس بحالات نادرة بعيدا عن الأدوية النفسية، أو نستخدم الأدوية النفسية لفترة وجيزة جدا لحين انحلال الاضطراب الهرموني أو العضوي. طيب دكتور، شو أبرز النصائح اللي بتحب توجهها لكل اليوم اللي عم بيتابعنا واللي بيمر بحالة الوسواس القهري؟ اللي بيمر بحالة الوسواس القهري أول شيء لا تعذب حالك ولا تعذب اللي حواليك، واللي حواليك لا تنساقوا للأوهام اللي بيقولوها. علاج دوائي علاج دوائي، ما بيقول لك علاج دوائي معناته إدمان، ما له علاقة هي مفاهيم هي الصفحات خاطئة، لأن المحيط يمكن يلعب دور ضاغط نفسي أساسا عليه بشكل مو بس المحيط، المفهوم العام الخاطئ يعني هي صورة نمطية قديمة بنتمنى أنها تختفي. هذا انه خلاص اخذ علاج دوائي معناته ادمان، صار ادمان، صار مريض نفسي، صار بين قوسين عفوا لو كلمه هذا صار مجنون. ما هي الامور لا تقاسيك، فلا تعذب حالك لا تعذب حولك. احيانا ممكن بجرعات بسيطه بدواء بسيط واحد تستقر حياتك وتمشي امورك وتستعيد حياتك العائليه، تستعيد حياتك المهنيه، يرجع تألقك، يرجع نجاحك، يرجع علاقتك مع زوجتك واولادك بشكل جيد. بدك تضل تعاني وتتجه لعلاجات علاجات ما انزل الله بها من سلطان، يعني بتعذب حالك وتعذب اللي حواليك وبتطيل فتره المعاناه تبعك. يعني بختام حديثنا بنتمنى كل الصحه والسلامه والراحه النفسيه لكل اللي عم يتابعنا، وشكرا لك دكتور وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لك دكتور، يعطيك الف عافيه.